عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم كالعادة فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على فضيحة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم باش نحكيو على نقطة استفهام ونقطة استفهام كبيرة كبيرة برشا تلخص حالة الكرة في تونس. بالرسمي كرة القدم التونسية مريضة، كرة القدم التونسية لازمتها عدد نقاط للمراجعة باش نحكيو عليها. فضيحة اليوم ما بين مباراة حمام سوسة وترجي جرجيس، بوتو بالطريقة هذيك الراجل هز الكرة وماشي يحوس عبارة مصعب سيسي برا وش هنا بالرسمي فضايح، تش تحكي على حد شيء عشان يبدا يتكلم. الراجل هز الكرة وماشي في سوق، الراجل هز الكرة وطلع بها وعمل 30 متر وهو يجري بالكرة وهزها وحطها، والملاعب يحب يجري وراه. لكن قبل ما نحكيو كالعادة ونرجعو نفسروا أكثر ونحكيو بالديتاي وندخلوكم في الموضوع، نتفرجوا في الفيديو وبعد نكملوا نحكيو. قبل ما نكملوا نحكيو على الفضيحه نتاع اليوم في الرابطه المحترفه او بالاحرى الرابطه المنحرفه، ما تنساش تشترك في القناه وتنزل لايك وتنزل على قوس اول فيديو جديد يهبط وسالك تتفرج عليه. اليوم مباراه الترجي الرياضي الجيجيسي وملحم من سوسه، شيء ضحك فضايح كراكوز. ما تنجمش تحكي على حد شيء عشان باش تحكي جمعيه طايحه ديفيزيون 2، ماليش مشكله انك انت كيفاش تطيح ولا فريق ينزل الرابطه ولا يطيح ولا ما يطيحش، هذا الكل ما هوش مشكل. تنجم تطيح وتعاود تعمل فريق اخر كيما الملعب التونسي، اما ليك الطريقه اللي تيح بها وشكون السبب انك انت باش تطيح وكيفاش تحط، هذه نقاط استفهام كبيره وكبيره برشا باش نحكيو عليها. وين لجنه الاخلاقيات التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم؟ وينهم المسؤولين للكره من غير القيم لمبادئ لحد شيء؟ بونتو يضحك، هو كنا نشاهدوا في البونتو وتفرجنا عليه، بونتو يضحك ما فيه حد شيء، فضايح باتم معنى الكلمه. عشان تحكي ناس تتفرج فينا وناس تحكي على الرابطه المحترفه الاولى وناس تحكي على البطوله التونسيه والبطوله الاولى عربيا والاولى افريقيا، باش الاولى افريقيا بالفضايح بالكراكوز. بونتو بالطريقه هذيك لو ما يتمركيش حتى تبدا تلعب انت وصاحبك في البطحه، دي ساعات لعبه في البطحه ما بين ولاد حومه توفى انا زيرو توفى انا في ساعة ونص يلعبوا يوسعوا في بالهم، ما بالك انت مباراة كيما هذيك ليه؟ والهدف والغريب في الامر انه الهدف يتمركى في الدقيقة 90 زائد 10، تعرفش معناها 90؟ معناها في الدقيقة 100، شنو كان يستنى الحكم اللي هو باش يزفر؟ ليه لقطة الهدف راهو الشيء اللي وقف لك مخك، لقطة الهدف لرير جوش يا خويا يلعب باس المصعب سيسي يعمل بها 20 متر وهو يجري، المدافع حسب روحه هو يحب يجري وراه، لكن خليه يتعدى ومن بعد وصل للكاش وعاد والجارديان مشيت للبريمير بوتو خلى الدوزيام بوتو محلول. ظاهرة معناها بصراحة بالطريقة هذيك ما تنجمش تقدم في كرة القدم، مش باش نحكي ولا شنيا باش تحكي. هذاك اليوم يلخص واقع كورتنا. اليوم كي تلقى روحك انك انت تفوز بكوب دافريك واحد وانك انت تهز كوب دافريك واحد في قداش من عام وانك انت في قداش من نسخة تشارك من اجل مشاركة فقط، والاندية زادة كيف يشاركوا من اجل مشاركة فقط، تفهم الوضع اللي قاعدة تمر به كرة القدم التونسية. فضايح كراكوز. دقيقة 90 زائد 9 تلقى لهنا ملحم مسوسة مغادرة الرابطة المحترفة الأولى وتلقى المتلوي ومعاها الأولمبي البيجي في الناسيونال، لكن في آخر ثانية تقلب كل شيء ويتبدل كل شيء وقت اللي لعبة ما بين المتلوي وبيجا ماشية 0-0، تلقى روحك أنت جرجيس رابح على 0، معناها لهنا باش نقارو ملحم مسوسة في الديفيزيون 2. ماهيش مشكلة انك تطيح لديفيزيون 2، لكن انت كيفاش وصلت انت باش تعدل بالطريقة هذيك؟ بوتو في البلاي ستيشن ما تقبلوش، من الاخر ما تنجمش تحكي على حد شيء، هذا واقع كورتنا اليوم. اليوم كرة القدم مريضة، مش تحكيو احنا على المباراة نتاع العام الفات 7-7 ولا شنو، وين لجنة الأخلاقيات؟ وين الدوسي اللي باش يتحل؟ وين الرابطة؟ وين الجامعة التونسية؟ وين السي وديع؟ فما حد شيء. اليوم فضايح بأتم معنى الكلمة، بوتو كراكوز في البلاي ستيشن ما يتمركيش، بونتو في البطحة ما يتمركيش. هذاك اليوم يلخص ويقع الكرة نتاعنا في تونس من الاخر. هذاك علاش انت كي تشوف الفرق التونسية كي تشارك في الافريق من اجل المشاركة فقط، كي تشوف المنتخب التونسي قداش شارك في قداش من نسخة شارك في كأس افريقيا من اجل المشاركة فقط، يشارك ويروح على روح. قداش هزين كوب دافريك واحدة 2004 في تونس ويحرز في تونس برشا عويمل
والناس كنا نعرفوا واحنا كتوانسه نعرفوا شنو اللي صار في الكوب دافريكا هذيك باش وصلنا هازين. هما راهو ما عندنا حتى شيء لانه المرموقه كان جات الكره كره الزوز يتيحوا ديفيزيون 2 الزوز يتيحوا ديفيزيون 2 ما تحكي لي حتى شيء. ظاهر اي انسان واي مشاهد واي متابع للمباراه هذيك ويتفرج في لقطه الهدف وشوف الملاعب كيفاش حب يجي ولا الكره شوف الجارديان كيفاش عمل. مانيش مع حتى فريق اليوم اللي ينزل يستحق ينزل واللي يقعد في الرابطه المحترفه يقعد على روحه واللي يتيح يتيح. هذا كل ماهيش مشكلتي لكن تيح تيح راجل تيح تيح كوره مش فلان ساهم وفلان باع ماتش وفلان عطاه نجمو نحكيو على حد شيء وهذاك باش يرجع بالمدرع على كره القدم التونسيه من الاخر. هذاك علاش انت كل عام كراكوز وكل عام نمشي ونشاركوا من اجل المشاركه فقط ونروحوا ما نعملوا حد شيء لا في كوب دافريك لا الانديه نتاعنا قاعده تعمل في حاجه. تشوف انت المنتخبات الاخرى تشوف الفرق الاخرى تشوف المغرب كيفاش تلعب تشوف انت مصر كيفاش تلعب في اسوء حالاتها الاهلي المصري في اسوء حالاتها توصل الفينال. علاش؟ خاطر فما بنيه صحيحه خاطر فما كوره لكن احنا ما فما حد شيء فما البلا بلا والكلام والحس ما فما حد شيء. بطوله منحرفه ماهيش محترفه ونعرف شنو قاعد نقول. هذا كان كلامنا على الفضيحه اللي صارت. ميرسي بوكو شكرا لكم على المشاهده. صباح الخير ناس كل.